شوف واش كاين الصداع، كاين الريح قوي. عطيك طرش الله يحفظك، طرش طرش. إذن مساء الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. وحنا الآن أمام الملعب الكبير لمدينة مراكش، بعدما تابعنا وإياكم يعني يوم الأحد يعني تفاصيل إلغاء المقابلة اللي كانت بتجري ما بين فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم وكذلك اتحاد الجمهوري للخميسات برسم الدورة 22 لبطولة القسم الثاني إنوي، واللي رافقت واحد الجدل وجدل كبير بعدما أنه رفض أنه بطبيعة الحال أنه السلطة أنه تجري هذه المقابلة، لانه الفريق اتحاد الجمهوري الخميسات لا يتوفر على البي سي ار يعني التحليل الخاص بكوفيد 19. اليوم فريق الكوكب المراكشي لكره القدم تنتصر اليوم بهدفين دون مقابل هنا في الملعب الكبير بمدينه مراكش على فريق الاتحاد الجمهوري الخميسات. يعني الاهداف اللي تسجلوا بجوج في يعني في الشوط الثاني من وقت المقابله اللي جمعت فريق الكوكب المراكشي واتحاد الجمهوري الخميسات. على العموم يعني الامس يعني تابع سبور يعني امس تابعنا يعني تصريح الناطق الرسمي باسم فريق الكوكب المراكشي، واللي بطبيعه الحال اكد من خلال قناه شوف تي في واللايف ديال قناه شوف تي في بانه الفريق متشبت بعدم يعني لعب المقابله او اجراء المقابله. فاذا بنا هذا الصباح يعني تنتفاجئوا يعني بلاغ جديد لفريق الكوكب المراكشي اللي تاكد من خلاله انه هذه جري المقابله. ما عرفناش شنو هي الاسباب وشنو هو الدوافع اللي دفعات فريق الكوكب المراكشي باش انه يجري هذه المقابله، يعني واش تمارست عليه ضغوطات ام لا. هذه علامه استفهام كبيره اللي نطرحوها، ولكن الاهم وهو انه الجدل اللي رافق يعني رافق بطبيعه الحال المقابله خصوصا يوم الاحد، وكذلك التصريحات المتناقضه ما بين يعني رؤساء الانديه سواء رئيس فريق يعني الناطق الرسمي عفوا لفريق الكوكب المراكشي اللي اكد بانه الفريق الكوكب المراكشي يعني البعثه ديال فريق الكوكب بما فيهم اللاعبين بما فيهم يعني المدربين والاطقم التقنيه وكذلك اعضاء المنخرطين بالنادي كانوا يعني حضروا يوم الاحد ورفقه ديالهم ورقه التقنيه الخاصه بالبي سي ار يعني تحليلات كوفيد 19. فاذا بهم تتفاجؤوا هادشي تنحدثوا يوم الاحد على يوم الاحد، فاذا بهم تتفاجؤوا بانه فريق الاتحاد الجمهوري الخميسات جل الملعب يعني جل مدينه مراكش وهو ما تيتوفرش على يعني البي سي ار، واللي دفعت انه السلطه وكذلك المندوب يعني المندوب ديال الشبيبه والرياضه انه يرفض اجراء هذه المقابله الى حين انه يعني يدلي فريق الاتحاد الجمهوري الخميسات بورقه البي سي ار. العموم يعني تنشوفوا بانه يعني خرج كذلك يعني في ليله الاحد خرج البلاغ ديال فريق الكوكب المراكشي تيشرح من خلاله يعني التداعيات والخلفيات والاسباب ديال الغاء المقابله قبل من اننا نتصل باتصال من احد الاعضاء الفريق الكوكب المراكشي. اكدنا بانه كان بيكون تصريح بخصوص المقابله تجمع ما بين فريق الاتحاد الجمهوري الخميسات وفريق الكوكب المراكشي، واليوم تنشوفوا بانه قبل اجراء المقابله يعني فريق الكوكب المراكشي يعني خرج ببلاغ بعد تدخل مجموعه من الفاعلين الرياضيين على مستويين المحلي والوطني في مجال كرة القدم الوطني الذين اكدوا على عراقة وتاريخ الكوكب المراكشي الرياضي
وردود المهم على مر التاريخ الرياضي للمملكة المغربية يعني الشريفة، باعتبار واحد من الأندية المرجعية والتي تأسست على يد مقاومين مغاربة شرفاء. فإن فريق مكتب المدير لكوب مراكشي في سياق ذاتي لعموم الجماهير، بطبيعة الحال فريق الوفية التي وكبت وأبانت عن حبها ووفائها ودفاعها دائم عن فريقها، بطبيعة الحال تعلن يعني فريق الكوكب المراكشي يعلن عن ترجعه عن قرار رفض إجراء هذه المقابلة الذي كان يعني كان مقرر أنه اليوم. وها هو يعني البلاغ اللي هو تنشوفوا أنه اللي تم إعلان عليه يعني ساعات قليلة قبل إعلان المقابلة اللي انطلقت على الساعة 7 مساء يعني وانتهت الآن حوالي الساعة يعني 9 مساء هنا بالملعب الملعب الكبير بمدينة مراكش كما تتابع معنا من خلال هذه المباشرة. على العموم شكرا الحمد لله أنه فريق الكوكب المراكشي قدر يعني الحمد لله أنه فريق الكوكب المراكشي حقق 3 نقاط وهو الأهم من هذا الشيء كل شيء. يعني نستضيفوا معنا يعني عضو بالمكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي الذي تحدثنا عن فيصل بوجعاد الذي تحدثنا الطابق الفني اللي تنشكروا المجهودات تاع المكتب المدرب واللعابه. ودابا حنا تنفكروا في المباراه تاعتنا الجمعه ان شاء الله، اللي تمنوا باش تبعدنا من منطقه الخطر يكون انتصار ان شاء الله فيها. ومباراه في العمومه كانت مباراه عاديه بعد ما كان الاعتذار وعاود سحبنا الاعتذار اللي تنشكروا فيه الجمهور المراكشي، تنطلبوا منه يتفهمنا الوضع لان المصلحه العليا فوق كل شيء. وهذه هي الكره ان شاء الله كل حاجه تتكون بوقيتها. شكرا. يعني كيفاش دخلوا اللعاب للتيران؟ اللعابه كانوا في اجواء عاديه مستعدين، يعني كانوا محفزين وتا هما كانوا غادي تقدر تحكم. شكرا لك. العموم كما اكد يعني العضو ديال المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي بان هذه تجرى مقابله كما سبقنا وذكرنا مقابله يوم الجمعه ضد فريق الوداد الفاسي هنا بطبيعه الحال، ربما انه هذه تجرى هنا بمدينه مراكش على ما اظن. فعلى العموم انه ما بقاش يعني بقات يومين على المقابله ديال الفريق، يعني اجراء المقابله ديال فهمت بنادم قطع عليه وتعاود يصوم. فانه يعني تنعرفوا بان باقي واحد المباراه مصيريه مهمه للفريق الكوكب مراكشي امام وداد فاس برسم الجوله الثالثه والعشرون من برسم الدورة 23 من البطولة يعني القسم الوطني الثاني انوي. والان يعني تنتظر يعني الجمهور، والحمد لله انه على العموم الجمهور تاكد يعني اطمئن بعد ما انه فاز فريق الكوكب مراكشي بهذه المباراة اللي جمعته بالفريق الاتحاد الزموري للخميسات، وتمكن انه يحصد 3 نقاط اللي هذه يعزز بها المرتبه ديالو، وربما غادي يحصل على الرتبه 12 اللي هذه تخول لي انه ينافس على يعني البقاء في القسم الوطني الثاني في انتظار يعني باقي اجراء باقي المقابلات يعني المقابلات الاخرى برسم القسم الوطني الثاني، واللي هذه تحدد المصير فريق الكوكب المراكشي. على العموم فريق الكوكب المراكشي تمكن انه من الانتصار اليوم هنا بالملعب الكبير بمدينه مراكش بهدفين لـ0 دون رد، بطبيعه الحال فريق الاتحاد الزموري الخميسات برسم يعني الدوره 22 من القسم الوطني انوي، يعني في انتظار يعني باقي المقابلات اللي غادي يجريها فريق الكوكب المراكشي، واللي غادي بطبيعه الحال غادي تحدد يعني واش غادي يبقى غادي يكون البقاء ديالو في القسم الوطني الثاني او انه ربما غادي يعني غادي ننتظروا يعني الجماهير وكذلك الجمعيات المسانده لفريق الكوكب المراكشي كلها تتنتظر بشغف هذه المقابله باش انه باقي المقابلات الثمانيه اللي بقات في القسم الوطني الثاني باش انه تنهي هذا الجدل وانه فريق الكوكب المراكشي يرجع للامجاد ديالو كما هو عودنا. شكرا لكم وتحياتي لكم متابعينا من خلال هذه المباشره.